بكاريزما لسه اليوم بموضوع الاتيكيت، واليوم تحديدا رح نحكي عن اتيكيت السفر. استاذه ميرفا ضياء رح تخبرنا اجراءات السفر، تحضير للسفره وتحضير حقيبه السفر باذن الله. استاذه ميرفا، اتيكيت السفر بيبدا من لحظه بفكر فيها بالسفر. اول ما افكر في سفر لازم افكر انا فين ابغى اسافر، بعد كده ابدا اشوف موضوع اذا في لازم البلد دي لازم لها تاشيرات، لازم اقدم على على التاشيرات. ابدا اشوف ابحث في الانترنت فين ابغى اروح، ايش العادات والتقاليد حقت هذه البلدان اللي انا بدي اروحها. مثلا طريقه التحيه عندهم كيف، طريقه التعامل معهم كيف، عشان لما اروح ممكن يعني مصطلحات عندنا تفهم بطريقه اخرى عندهم، فلازم اعرف عادات الشعوب او التعامل مع الشعوب هذه كيف تكون، او ايش الاشياء الاساسيه عندهم. هذا مرة مهم، ممكن إحنا أغلب الناس بتغفلوا. طبعا لازم قبل ما نسافر نشوف الناس اللي إحنا البلد اللي إحنا رايحين لها، نشوف إيش عاداتهم تقاليدهم، إيش الأكلات المشهورة عندهم، عشان لما نروح نتعامل معهم نقدر نتعامل معهم بكل بساطة. نبدأ نشوف إحنا محتاجين تأشيرات، الدولة دي محتاجة تأشيرة، طبعا لازم نتصور قبل ما نسوي التأشيرة، نودي الجوازات. نبدأ بعد ما نودي الجوازات نبدأ نشوف حجوزات، أحجز طيران، أختار الخطوط اللي تعجبني، أحجز فنادق، أحجز سيارات، أشوف إيش في عندهم وسائل ترفيه، إذا معايا أطفال هل أنا محتاجة ملاهي، هل أنا محتاجة بس منطقة منتجعات أسترخي فيها ولا كذا. في مواقع على الإنترنت بتسهلنا دحين مع التقدم الحضاري ما شاء الله، والإنترنت حقيقة بيسهل أشياء مرة كثيرة علينا. في مواقع كثيرة تدخلي من خلالها تحجزي طيران، تحجزي أوتيل، تحجزي سيارات، حتى تحجزي تذاكر ملاهي، ما في مشكلة. بعد كذا أنا خلاص عرفت فين أبغى أروح، أعرف الجو اللي أنا رايحة له، صيف شتاء، هل في أمطار هل ما في أمطار، عشان أقدر أعبي بعد كده شنطتي. يجي بعد كده اختياري للشنطة، كيف أختار شنطة الملابس حقتي. إذا والله أنا رحلتي طويلة لازم أعمل حسابي، هل أنا رايحة محل ممكن أغسل فيها ملابس ولا ما حقدر أغسل فيها ملابس، على قد وأخذ عدد الملابس وحجم الشنطة. كل ما كان عدد الملابس أقل وشنطتي أصغر كل ما كانت حركتي أسهل، كل ما كانت ممكن أتنقل بسهولة وأقدر أشوف أشياء كثيرة. أختار الشنطة إنه تكون أولا فيها عجلات لازم تكون عشان أقدر أسحبها لو ما في عربية في المطار، خفيفة نفس الشنطة وهي فاضية خفيفة، بعض الشنط وهي فاضية تقيلة، بالتالي أنت عندك وزن معين. دحين بالذات مرة زاروا بيدققوا على الأوزان، 23 كيلو ما يتعدى وزن الشنطة، 23 كيلو احنا بالنسبة لنا مرة قليل، كنا متعودين على 35 وعلى 40 كيلو. اختار الشنطة، لازم الشنطة تكون فيها قفل عشان لما اقفل احط اسك الشنطة اقفلها، فيها عربية تتسحب، فيها جيوب اقدر استخدم الجيوب، احط مثلا شراريب في محل، احط اشياء معينة، احزمة كده فيها اقسام، او فيها مكان اكتب الاسم ورقم تليفون في حرارة في الخارج. هذا مرة مهم اني أنا أكون مرة مخلية بالي إنه في الاسم ورقم التلفون، كيف لو حالة الشنطة ضاعت ولا كذا كيف يقدروا يتواصلوا معايا الناس. هذا لما أنا أجي أختار الحقيبة. بعد كذا إيش بدي أحط وسط السؤال هو إنه بعد ما اخترت الشنطة المناسبة كيف بقدر أرتب أغراضي فيها بحيث تكون كلها أو شيء تساحة كلها، شغلة تانية إني أقدر أوصل الغرض اللي بدي إياه بسهولة. كلامك مزبوط، إني أنا اخترت الشنطة لازم الأشياء كلها تسعها، لازم أعرف أنا إيش بدي أخذ معي من الأشياء الأساسية. لازم أخذ أدوية، لازم أخذ أدوات شخصية، لازم أخذ معجون أسنان، ودي الأشياء كلها. زي ما قلنا حنشوف أنا هختار لبس صيفي ولا شتوي. لما أجي أرتب الملابس مثلا أحط كل طقم مع بعضه، البنطلون ده مع البلوزة دي ومع الطرحة حقتي، مع إيش بدي ألبس معاها، كل الأشياء كل مجموعة مع بعضها. عندنا أشياء ممكن تساعدنا في تنظيم الشنطة كمان، مثلا عندنا زي هدول مجموعة كده، هذه ممكن نحط فيها كل الملابس الداخلية بكل سهولة، فيها جيوب خارجية، فيها جيوب داخلية، تقسم بحيث أنه أنا أحط الأشياء خاص وأحطها في الشنطة، أبغى الشيء الفلاني أخذه من هذه الشنطة، أنا عارفة أن دي الشنطة فيها كده. مثلا عندي شنطه ممكن احط فيها الشامبو والكريمات اللي فيها سوائل، لانه هذه الشنطه فستها نايلو، ما اخاف انه هي تسوي لي اي ايوه وفيها جيوب برضو عشان ما تتقربع.
شنطة كده زي هذه فيها ممكن تنحط فيها اكسسوارات، تنحط فيها اي حاجة انت الواحد يبغاها. هذه للمكياج، فيها مراية برضو، فيها جيوب ممكن تستعمل. اذا والله انا عندي نظارة شمس، هذه تنفع في شنطة صغيرة احط فيها نظارة الشمس، او ممكن احط فيها مقص مبرد، اشياء زي كده ممكن تنحط. طبعا ما اقدر احطها في شنطه يدي وانا طالعه الطياره، لانه دحين دي شيء ممنوع. ممكن اخليها في شنطه الملابس، لكن من ما اوصل البلد اللي ابغاها ممكن احطها في شنطه يدي لان حجمها صغير، او ممكن استخدمها لنظاره الشمس. اذا انا ماني مسافره مده طويله وما احتاج لاشياء مره كبيره، في برضه نوعيه احجام اصغر واصغر وأصغر برضو تستخدم لنفس الأغراض. هذه ممكن تنحط في شنطة اليد، أحط فيها أدوات أي شيء، أبغى أحط أدوات مكياج، أبغى أحط مثلا معقم، كل أشياء ممكن كده عشان برضو شنطة يدي ما تكون. هذه الأشياء في الشنطة حتنظم لي الشنطة مرة بسهولة. لما أفتح الشنطة أولا حتى شكل الشنطة، يمكن أنا من الناس اللي مرة يهمني لما أفتح الشنطة تكون شكل الشنطة مرة مرتبة، بترتب الشنطة، أخرج الشيء اللي أبغى أحطه في الدواليب، ما أحتاج تتقربع الشنطة كلها. وكمان لما أحط كل الملابس كل طقم مجهز مع بعضه، هذا يخلي حتى سفري سهل، لما ألوم سهل، لما أفك يكون عندي مرة سهل. حتى لما أجي أختار شنطة إيدي نفس الفكرة، أختار أن يكون فيها جيوب الحجم اللي يناسبني، أقدر أحط فيها أشياء معينة اللي أنا أحتاجها. برضو الأورجنايزر هدول، المنظمات هدول بتساعد في تنظيم الشنطة. حتى دول الصغار ممكن أحطهم في شنطة يدي، مو شرط يكون في شنطة الملابس. شو بالنسبة لبقية محتويات الشنطة؟ إذا أنا زي ما قلت أنا رايحة شتاء ولا صيف، حعبي الشنطة على حسب الملابس اللي أنا محتاجتها. إذا كانت المنطقة اللي أنا رايحتها فيها أمطار، لازم أخذ معايا مظلة يعني شمسية أحطها في الشنطة. لكل فرد من أفراد العائلة لازم يكون عنده شمسية، لأنه لما يكون أو إذا ما أبغى شمسية رين كوت، أخذ حق المطر الجاكيت إنه أستعمله أنا طالع. بالذات إذا كانت رايحة منطقة فيها مدينة ملاهي، مرة صعب إني أستخدم شمسية، بده الواحد يروح ويجي وكذا. لا، لكن لما تكوني لابسة كوت المطر ده، خلاص انت على راحتك تتحركي زي ما تبغي. هذه تقريبا اهم محتويات الشنطة. موضوع الادوية مرة لازم نخلي بالنا فيه، بالذات زي معي اطفال، لازم اخذ الاشياء اللي هم محتاجينها، لانه مو في كل محل تلاقي نفس الادوية اللي اولادك متعودين عليها. كمان مو كل الدول تقدري ممكن تاخذي زي عندنا ادوية اي دواء من الصيدلية. ادوية الاطفال، ادوية المعدة مرة مهمة، لو الواحد صار له اي حاجة نزلة معوية لازم تكون دائما معاكي. أدوية الجروح، لصقة، حتى الإسعافات الأولية كلها صندوق كامل. الأولية مهم. وإذا أنت عندك تعبانة من شيء، فلازم تعمل حسابك أنت قد إيش مسافرة، تأخذ الأدوية اللي تكفيكي، زوجك، إذا كان في إبر. الناس يعني مرضى السكر في حوافز خاصة لمرضى السكر عشان الإبر حقتهم، لازم أخلي بالي أخذها معايا. على حسب كيف العائلة دي إيش تحتاج من أدوية، بقدر الإمكان أحاول أخذ معايا عشان من ما أعرف هناك أقدر أشتري ولا ما أقدر أشتري. لكن لو طارئ هناك يعني خلاص الواحد حيتحط في ظروف معينة يقدر يشتري وكده، لكن أنا إذا عندي أخذ من عندي أحسن وأنا طالع. أنا بالنسبة لي أشوف مرة مهم موضوع الأدوية أهتم به. أكتر حاجة أول شيء أنا أعبيها في شنطتي، أعبي شنطة الأدوية أول حاجة قبل ما أفكر أعبي أي شيء، لأنه بالذات لما بتسافري معك أطفال بتحتاجي، وبالذات السفرات الطويلة متغيبي شهر ونص أو شهرين، هذه بتحتاجي أدوية معينة.